الجديدة منه والتي نواصل فيها طرق مواضيع واقع الصحة في موريتانيا. اليوم نصل إلى الصحة القاعدية التي تستحق الأولوية، المراكز الصحية هنا بالعاصمة نواكشوط وكذا بمدن الداخل. نناقش هذا الموضوع في حلقتنا اليوم بالإضافة إلى فقرتنا الثابتة والتي هي اقترح حلا، التي نواصل ونستمع فيها إلى مشاركاتكم عبر هاتف التواصل معنا 43 43 70 47. نتابع ونناقش موضوعنا اليوم لكن بعد هذا الريبورتاج. سين كيما لاعب رحيب هوين ومتوفر فيه ويالت الدو كامل واللي فيه ما فرط باب الاخرى بك تشبر بعد قاعد حد تكلم معاه تشبر حد خاطبك وهوين خدمات ودواه هوين ولا عم رحيب نسخ ما ندو قاعد تكلم فيه دي بورتيا كامل نسخ وطب سين كيما بابا شبرات باب احنا تشتغل هنا تشي في الطب وزين عندنا ومعدل عندنا وكامل متطابقين عندنا طيب بابا هذا من السخنة دار بينا نختار بابا الراعي سي عرف نمشي والله بابا يحولوا عندنا هاي بريده اصير فينا كلاب وفينا مشوشة والله اذا فينا كلاب وفينا مشوشة ودار بينا قاعد نسخ خلي قاعد نسخ اللي احنا دار بينا نحن دايت انفاسنا بلوك وانت مشتغل فيه دار بينا مشي خلاص بلوك دار بينا كل نسخ لو اما نعينا مدي فهو ما ينقفل شم اللي عليا تعرف مش بدات مزرقه في دخله هم ما ينقفى طالب المدعد العزيز يحولوا على المركز قاعد ساكنهم ما هي بالطب يحول على المركز اللي هم يديروا في بلاد اخرى مصبوره والله عرف له بعد شيء هذا هم هو حازم ولا هو ولا هو ولا هو صالح احنا طب سين كان واقع لما مبوسخ يحشم والناموس لا قد ذنبا والكلاب لا يقول امنا ولادنا لا يتنفس وعدهم ولادها والمشوشه لا يقول امنا الكلاب ولا عنده اي اناي ولا لا تجوا هون بيتي وتعيط هون ونقر صلاهات ملان من الماء نقر البيوت الى نجي ملان من الماء وسخ مخرج شو اللي مرا كان قابل شيء دخلك وهاي قابل شيء دخلك بيه نوسخ لهم ولما شوفوك وناقر ومتاكم خنسة وإذا كامل مقنص ولا عنده ما عندنا تولين أدر ونخنص لا حق نقر صلاهات البيوت اللي حنا لو أنتروا فيه فيه من الماء مخرص والدوشات ما تقدر تدخلهم بيك نوسخ ولا مشيت توسع في زر مشيت الحق مولي نفس الشيء ولا كلاب ما نقدر نمسال ود مقرمه ما تلحق قد مر بلاك قالوا كربون ولا مش وهذا هو الامر في السن كان ونختار وتطرى طار انا يا ناي اهلا وسهلا بكم من جديد. نناقش هذا الموضوع الصحه القاعديه الاولويه مع ضيفنا الاستاذ عبد القادر الاحمد رئيس مصلحه التثقيف الصحي بوزاره الصحه. اهلا بكم استاذ. تابعت معنا ذو الصور هما من مركز صحي بسفخه ومن اقدم المراكز الصحيه في نواكشوط العاصمه نواكشوط وقطعا الصور شوي مزعجه مزعجه قاعد لان نحن نراعوا فيها ايش قال قاعد المرضى وذاك واذا يحيينا للسؤال هل قاع الصحه القاعديه موجوده في موريتانيا؟ هل زاد في موريتانيا مراكز صحيه؟ قد قال عن مراكز صحيه ما هو الا لافته المكتوبه على البواب. شكرا اولا للبرنامج اللي تحته الفرصه للحديث عن هذا الموضوع الواسع. وقبل الرجوع الى التقرير اريد ان اقول ان الصحة القاعدية هذا لو لم تكون موجودة لما وجدت الصحة، لأن أصلا السياق العام في أي تنظيم صحي هو على أن الصحة أصلا هي الأصل والمرض حالة عارضة، ودائما نريد التركيز على الجانب الأقل وهو في كل مجتمع لا يمكن أن يتعدى الناس اللي تجي المراكز من 10 إلى 20% في السنة، معناها 80% من الناس الأخرى هي اللي معنية بالصحة القاعدية، والهدف من الصحة القاعدية هو الحيلولة دون علن أن هذه 80% من الناس
تصلها الأمراض أو تذهب إلى المراكز الصحية. هذا لا يبرر أن تكون هناك استراتيجية لهذه 20% بحيث توفر خدمات كمية ونوعية في بشكل أيضا عادل على كافة التراب الوطني. لا يخفى عليكم أن توفير خدمات صحية وقائية وعلاجية على 1,030,000 كيلومتر تقريبها من المواطنين هذا هو الصحة القاعدية، وأن أيضا المراكز الصحية توجد حالا ما يربو على 500 نقطة صحية موجودة هي اللي تجيها هذه السكان يوميا، وموفر فيها خدمات وقائية ضد أشرس الأمراض، بحيث على موفرة سلسلة تبريدات في هذه النقاط، بحيث أن المواطنين والأجيال القادمة يتم تلقيحها وتقديم لها خدمات التغذية والخدمات الصحة للأم والطفل في كل هذه المراكز مع تفاوت في جودة الخدمة هنا وهناك. بالنسبة للخيار المركز الصحي المقاطعة السبخة، لا يخفى عليكم أيضا أنه يحتل أولوية بالنسبة للدولة. قبل سنة أو سنتين بعد دراسة عميقة وجد أن البركة التي يقوم عليها هذه المراكز الصحية أنها أيضا بركة صعيبة، وتم إنشاء منشأة صحية هي لم تدشن بعد وستكون تحول اللي قال له مركز الصحة. لا ينتقل شارها مركز نعم الصحي. لا ينتقل شارها الخدمات الاستشفائية الموجودة والغرفة العمليات، ويبقى المركز الصحي للخدمات القاعدية، لأن المركز الصحي الآن يحوي الخدمات الاستشفائية والعمليات الجراحية بالإضافة إلى الخدمات الصحية القاعدية من تغذية وتلقيح وما إلى ذلك. عندما يبقى المركز الصحي وتحول عنه المركز الاستشفائي شور المستشفى ستتحسن الوضعية. بالنسبة للنظافة، احنا نعيش الآن حملة نظافة عامة، وهذه الحملة النظافة أول المستفيد منها يعود المركز الصحي بالنسبة للسبخة، واللي له شهر أو شهرين شافطات المياه تقوم بشفط البحيرة الموجودة في مقاطعة السبخة ولم تستطع أن تفرغها. وبالتالي هذه الوضعية وضعية تتجاوز حدود إمكانيات المركز الصحي، وبالتالي كل قوة الدولة الآن حول إياك تخلص بعد قاع المركز من البركة الموجودة به ومن حتى أن يصبح على مثلا هو قاعدة نظيفة. ونرجع ونقول أن المركز الوحيد اللي هو أقدم المراكز اللي هو السبخة، لأنه الآن تقام فيه العمليات الجراحية، وأنه فيه التكلفة الجزافية بالنسبة لي وعليه ضغط عام من كل موريتاني وليس من نواكشوط فقط، وبالتالي طبيعي إلى عاد اللي خدماته الكمية النوعية تكون أقل. أستاذ ذي النقطة بالذات. نعم ذي النقطة بالذات. ومركز صحي اللي في السبخة، نحن نتكلم لها بالحسانية بشعود الجمهور. مركز صحي بمقاطعة السبخة هو قطعا ذا هو الوسائل اللي نجيبه الصور. ها الصور المدير مام بعيد، ها الصور يوم الجمعة الماضي. إن شاء الله مولي تنتبه لهم ذي الناس اللي تقوم ذلك بحملة النظافة، لأنه قطع مركز صحي فاصل في النظافة جدا. وتخلصوا من الناس اللي تحاصروا اللي هما الباعة المتجولين، والناس تخلصوا ياك يعود قدية يعود هو يعود هو أوساخه، ما هم أوساخه هو من نفسه، أوساخ الباعة المتجولين تكون في المقاطعة، وأوساخ البلدية في المجول، وأوساخ مثلا سوق الحوت في المركز. وبالتالي نحن الآن دعوة لأننا نخلص المركز من أوساخ الآخرين، وعندما يتخلص من أوساخ الآخرين سيتخلصوا من أوساخ إن شاء الله. والله يقرر المدير ذا المركز الصحي كيف تلقيته يقدم خدمات لصحة الأم والطفل، علاجية وقائية لأم الطفل قاعد، لأنه هو أول مركز الأول سابق مستشفى الأم والطفولة، وهذا يجعله قطعا الإقبال عليه كبير. حتى المدير الصور اللي نعتنا وكانوا فيهم صور من البلوكات من نقر القاعات، هذه صور المدير ذلك ما نشاكل عن مركز صحي عليه من الإقبال صحة الأم والطفل، هم اللي لا يخلق فيه شير مازال صغير يعني قابل للأمراض،
ما الأحسن يقبل تقفلوه على الأقل بيدي هذا الصور. إحنا لا الظروف اللي الظروف اللي تخلق فيها التصوير لا نعرفه، لأن أحيانا نفتحوه قاعد للصور إحنا من أنفسنا ياكن نقبض منه صور، وبالتالي الظروف اللي تخلق فيها الصور إحنا ما ممكن أن نقيمهم على احترامنا لأخذ الصورة، يا غير اللي عندنا أعلن أن المعايير النظافة والمعايير التعقيم اللي توجد في الغرف العمليات توجد فيها أثناء العملية، وعندما يكون ليست فيها عملية يصبح هو أيضا لا يصبح هو يوسخ يوميا بشاش وبالدماء وبذلك وتعمل عمليات تنظيف، وبالتالي لا 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 لا, لا غروة على أنه أثناء افتيحه وتنظيفه أنه يكون موجود فيه الأوساخ، وأكد على أن بلوك لا بد أن يعود موجود وسخ غير ما هو أثناء العملية. إحنا ما شفنا صور أثناء العملية وفيها الأوساخ. هو ما هو أثناء الحجز، فما تية بلوكات الحجز غرفة العمليات نحن ما دخلوها صور بعدين هم اللي ما قدوا يقبلوهم، يا غير هذا قطعا صور من مركز صحي. ما هذا مركز صحي، وأنا أقول بأن المواطنين اللي موجودين هما المنتج الأول لأوساخهم، وبالتالي هما مع كل الصرامة الموجود لا بد من يدخلون اللبن، ولا بد من يدخلون العيش، ولا بد يدخلوا كسكس، ولا بد. إذن كل هذه المسائل اللي يدخلوا بها المواطنين هي أصل الموجود فيها، وهي هي الحرب الكبيرة. لكن بالنسبة للمراكز الصحية هناك معايير تطبق، والحمد لله الغرف العمليات لا نجد الأمراض التي المضاعفات التي تنتج عن هذه العملية. لو أن ظروف التنظيف ما تخلق ولا توجد أثناء العمليات وأثناء الصرامة لكانت هناك كوارث. يوفق مولانا إن شاء الله. لهين نمشوا عن طب سينكين إن شاء الله، مولين نمشوا عنه مع أن تتغير حياته ذي مدير الوصلنا هلك من خلال ذي إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله أنكم شفتوا الصور ونختاروا تتغير، وإحنا مولي داعين علينا إن شاء الله هنا يحضروا في حملة النظافة غير مولي باطن خلال نظافته يحافظوا غير من خلال ذو الصور اللي شفتوه من المدير. أنتم قطعا من وزارة وهذه السلطة يختاروا مثلا، هذا طلب منا نحن كنت ما هو من المواطنين ذي الصورة تتغير عن طب سينكم. لين نمشوا عن طب سينكم المراكز الصحية المقاطعات التسعة، هل قاع لهم موجود من كان مركز صحي كان قد يقدم العلاجات الأولية؟ شكرا. هاي المراكز الصحية الآن تعتبر 9 كبيرة و37 صغيرة، بمعنى لأن هناك في العاصمة واحدة. العاصمة واحدة فيها يلا يعودوا 9 هي المراكز الرئيسية، وهذه المراكز الرئيسية تتوفر فيها خدمات الآن علاجية ووقائية تمشي إلى أنها فيها ما ليست فيها مثلا فيها الرجو وفيها المخبر وفيها الخدمات طبعا الاستشارات، وأحيانا تنظم لها أخصائيين يجوها في الأسبوع، أخصائي أطفال أخصائي مرض أخرى يكون عنده علاجات في بعض المراكز. لكن المشكلة اللي تعاني منها المراكز هون ليست هي الخدمات، وإنما هي الطلب على الخدمات، لأن الناس كلها توجدها بأبسط علاج توجدها في أمام المستشفيات وأمام العيادات الخاصة. إذن هي لا تعاني من نقص الخدمات، وإنما تعاني من عدم الطلب على الخدمات. وبالتالي الآن الذي يأتي إلى مركز صحي في عرفات أو في السبخة، وهذا الأطباء الرئيسيين عندهم مصلحة فيه، لأنهم هما يوفرون الأدوية ولا يريدون، ويوفرون أيضا مخبر ويوفرون أشعة، وأحيانا أشعة فوق إيكوغرافي، وأحيانا بعض من الخدمات يريدون الطلب عليها ولا يجدون الطلب عليها. إذن نواكشوط ليس كغيره، وإنما هي مراكز تعاني من عدم الطلب على الخدمة وليس نوعية الخدمة. والله الأستاذ سوينا تكلموا بالحسانية طالبها أنا منكم الأستاذ مركز الصحي، مركز صحي في مقاطعة من المقاطعات أوكي، على الناس اللي أنت تحس بشيء قيس طب زايد ولا المستشفى الوطني ولا المستشفى الصداقة لغير هذا، هم المواطنين يرجعوا لاش هم إلى جو المركز الصحي في تجنين والله بعرفات والله في الرياض والله في مقاطعة في دار النعيم لا يشبروا دار البواب والله إنفرمية على أكبر تقدير الطبيب الرئيسي أكثر أوقاته ما هو موجودة. هذا هو هذا بعد هو يقول للمواطنين عندكم تولوا احنا ما مع كامل الاحترام اعلن ان ما قدو نقولوا اعلن انهم لا يجبروا لا قرداي، احنا نعرفوا اعلن ان رقاجم الشيف وقات الدوام وجاء المركز الصحي واجبر فيها ما اجبر فيها مثلا طاقم كامل، ونذكر اعلن ان المركز الصحي اعلن انه مركز مستقل وخدماته احيانا تكون
معوضة شيئا ما، ويريد هو أن يقدم خدماته ويعمل على جودتهم. إذن كيف أنا الخبر اللي يقول لي يوجد لا بواب يوجد لا طبيب، هو دائما فيما لا طبيب رئيسي واحد اللي هي المركز الصحي في طبيب رأس، ومع كامل الاحترام هذه قالوا انفيرميه ما تنقال بها لي انفيرميه والله تكنيسيان سوبيريور والله بروفيسور دو سانتي، هذا كلمه سوقيه ولاهي ولا اذا ارجع لا يوجد انسان ممرض لا يسوى بالفرنسيه يسوى بالعربيه ممرض قولان اعلن انه يوجد لا ممرض، هو المهم لا يوجد انسان يقدم خدمه، هذا الانسان للخدمه اللي لا يقول ان يقعد ما هي مستواه لا هي يرفعها عنه، ولين ما يرفع عنه اذا جميع اللي قالوا الخدمات في المراكز الصحيه ما يقدمها الطبيب، التلقيح ما يقدمه الطبيب الرئيسي، والتلقيح احنا يفرقوا عندنا تاريخ التلقيحات في الجدارات ما راينا حد يقبض، وبالتالي لو ان هذه اتسع امراض اللي يلقح عنها الان لو ان جاءوا المواطنين وعدلوها قاع ما لحقنا قاع للطب، وهذا هو اللي خلق في العالم كامل، العالم كامل شي عدل يعمل على ان اللي قالوا المراكز الصحيه القاعديه على انها تقدم اللي قالوا الخدمات الوقائيه وهي هي مهمتها، الخدمات الاستشفائيه واسكانير و و و ويرام وما الى ذلك، هذه ما هي من مهمه المراكز الصحيه، المراكز الصحيه عندما نجي لدرجه يلا يوجد الناس المتخصصين في التغذيه يعود موجودين قدامه، يسوى اخصائي تغذيه ويسوى ممرض ويسوى يعني يعود انسان اللي موجود في التلقيح يعود يوجده قدامه، انسان الموجود اعلن انه خرس كان مرضه يا الله يعود يحتاج لقيس طبيب عام يقول له الطبيب عام، وين يجي يفطر الطبيب العام اللي هو اللي موجود في المركز لا يقول له طب اخصائي، اذا احنا خاصنا بعد قاع نستهلك كل الموجود عندنا من الخدمات يين نفوتون نستنفتوهم على المركز الصحي حتى اننا نمشوا شر، واللي مسبب الامراض واللي مشيعها واللي مسبب هذه اللي قال له الضغط على المراكز هو قله وعي، لان اللي قالوا الخدمات الصحيه القاعديه محدده فيها 70 والله 80% منها وقائي، وهذا احنا ندور السكان يعودوا ذي الناس اللي موجوده ذي 9 امراض الموجوده في الجدار على انها الناس ما تعود ما تعلق بالتلقيح ما يتعلق بالتلقيح، ندور ذي الخدمات التغذيه اللي هي اللي ما تجعل الناس انها تمرض تقبلها، وندور ذي الملي اللي موجود ثاني قالوا فم لائحه من الادويه، هاي لائحه الادويه الناس اللي موجوده فم يسوى ممرض ويسوى فني عالي ويسوى طبيب عام مكونين عليه الامراض اللي تقبلهم، ونين الدواء انين يستعملوا هذا المراكز ذي 20% اللي قلت لك الاولى من السكان لا يتخف بعد قاع منها 15%، وبالتالي تعود المراكز الطبيه الكبيره تقيسها لا 5%، وبالتالي هذا هو اللي خاص، وخاصنا هم اللي احنا كمثلا نشاركوا في تغيير العقليات على ان نقولوا للناس على ان الطب اولا بعد قاع خلاطه خلاط طبيبين والله خلاطه يدخل يمشي رقاش مره عنده طبيب رقبه واحد غالبا يجبره المدير لا انت تجبر رقاش عنده وصفه من طبيب ويرل وتجبره عنده طبيب من وصفه نيرولوج وتجبره عنده طبيب يسدر على الاطباب كاملين ينين شاك على انه طب حجاب لا لانعدام الثقه بعد المدير ما هو بعد من ناحيه عنه هو ما يلود له ولود له شيء داوي خاصه حد يخاصه شويه من التوعيه هو المهم حد يداوي هو التوعيه هو يقعد ما هو مريض هو يقعد عنده مشكل صحي يقولها له طبيب يعني هو ما جاء حد يشخص المشكله هو ما جاء حد يشخص مشكلته وجه هو يدور عدل يرد انا ندورك تعدل يرد انا ندورك تعدل هو اسمه سكانر انا ندورك تعدل يعني ما نعدلوا لك ننقص طبيب اخر هل ذي فعلا عقليه ويرتي وعى هذا يتم توعيه حولها غير المدير ما يتعلق بالمركز الصحي والمركز الصحي ونقرا عاصمه نقرا العاصمه الله لنعود ما هو قال مثلا لا هنا طرح اسئله المركز الصحي مثلا قد يجيها رقاج من دقد ايده ويجبر هذا يعدل اللي اراده ويجبر هذا قد رقاج يجي توجع درسه ويقلع هذا مثلا بعد ما وصلنا قاع مرحله والله العمليه والله والله حد شاء المركز الصحي يدور يجبر فيه طابله هل بعدهم انقطع ما لا بدلوا من فيلمي والله مو مرض والله ما تنقول أنا قلت بعلن إن اللي قالوا نتراو لا يتكلموا بلغة الطب يا الله نعرفوا الخدمة نقيسوا الخدمة وليس الشخص مثلا الخدمة الخدمة بين اللي أنت قلت قاعد تجبر درجة قدامك عدل لك عملية ما تعرف قاعد هو من هو المهم الخدمة وبالتالي إحنا واعدين الخدمات ولا أنا واعدين الأشخاص أنا قايل إعلان إن رقاه اليوم جاء أي مركز من المراكز الصحية اللي موجودة 9 على إنه يجبر ذي الخدمات اللي كنت تقول يدور يجبر الرقاش يعلن انه اللي عنده درس
خاص اعلن انها تعالج الدور تعالج، الاعاده اللي خاص اعلن انه الاعاده اللي عنده مشكله اعلن انه في جرح يدور يجبر حد، الاعاده اللي فيه كسر يدور يجبروا له ويمشي شوره طبيب عظامي يعود يصلحوا له، والاعاده اللي فيه مثلا الاعاده اللي يعاني من مشكله سوء تغذيه يدور يعدل، والاعاده اللي واغلبيه الامراض اللي موجوده هون هي امراض اسهالات وامراض امراض جهاز تنفسي، وهذه هي الامراض الاولى الموجوده فينا. وبالتالي انني شي حد المركز وعود جايو حق فم ذي قال له عدم الثقه وجايه من ايش؟ جايه من ان المواطن يدور اكبر مثلا كيف في الخدمه للمشكله عاديه، المشكله العاديه شخصها اولا وابدا بعلاجها بابسط شيء حتى انها تتدرج. يعني الانسان عنده منين يجي طب في الحقيقه ما هو حجاب، لابد له من ان انت تقبل مضادات حيويه، لابد لك تعطيه نهار والله اثنين، ان انت تقبل بعض من من من, من العلاجات لابد لك تعطيه، يعني ما تعود تظهر 12 ساعه هو تمشي تقيس طبيب اخر. هذا فعلا هو التحدي اللي قالوا الخدمات القاعديه، والخدمات القاعديه يعني ما نعدلوا ثقافه على اننا نوصلوا عليها المواطنين، لا يتم دائما الضغط على المراكز الصحيه، وما اللي يزداد المشاكل الصحيه بها اللي هي يعني انت خلق على المراكز الصحيه خلق عليهم ضغط، لا يخلق الذي قالوا ضعف النوعيه. عند منين تخلق يعودوا المراكز الصحيه الكبرى عليهم ولا ضغط بسيط، لا يقدوا عدد اللي عندهم الاسره، عدد اللي عندهم الاشخاص، عدد اللي عندهم الاخصائيين، لا يقدر يوفر خدمات نوعيه، الين يعود تنقلب القاعده، يعود القاعده يقيسوا القمه تخسر تنقلب القاعده. والله الا فعلا. لا هي نقيسوا الداخل. نعم. بيدي مازالوا اسيرين في المراكز الصحيه غير والله والله اكثر هم في الداخل. والله هم الداخل هم 54 مركز صحي رئيسي. على مستوى موريتانيا. على مستوى رئيسي في عواصم المقاطعات. عواصم المقاطعات. وفم ذلك قالوا 560 نقطة صحية في البلديات وما إلى ذلك. والله المدير السؤال يطرح الشارع. ولا عن مركز صحي مثلا الى قبضنا النعمه والله العيون والله ولاته والله شنقيط والله اي مثلا أي مدينه بعيده عن العاصمه نواكشوط. ابسط مريض عمليه قيصريه مثلا احتمال ورودها كبير، عمليه المصان زايد لابد من ينتقل وصعيب نقله، المركز الصحي ما هو قاعد يوفر الخدمات. المركز الصحي ما يقد ينشر فيه اي عمليه جراحيه تحت تخدير عام. اولا يتطلب اجهزه معقده، اجهزه التنفس، ولا يقدر يقطع عنها الضوء وما الى ذلك. العمليات صدع الضوء ينقطع هون ما هي المشكله. لابد اذا انقطع عن المركز اذا عن الاوبيتال عنده مركز عن المستشفيات عند المستشفيات لا يجي مباشره، لابد من يجي اللي قالوا جروب اوتوماتيك يقضي. والله به اللي ذاك الوقت اللي قادي فيه الناس اللي تدياليز تندار لها دياليز، وفيها الناس اللي تحت التخدير وفيها كذا، اذا ما يقدر ينقطع هذا المستشفيات ما يقدر ينقطع عنهم باي حال من الاحوال، والا تعود كل ليله تسمع 200 رقاش سمعناها المدير غير ما هي موضوعنا. موضوعنا بعد المركز الصحيه ما مطلوب منها تعدل العمليات القيصريه. ما مطلوب منها تعدل العمليات القيصريه، ما هي من ذي قالوا الخدمات اللي موكول لها اصلا. حنيني ما هي موكول لها، ما قال ما يقد حد يقول لك على ان العمليه القيصريه قد تعدل المركز الصحي، ولا قد تعدل ايضا عمليه زايده دوديه في عمل صحي. الشيء كامل تحت تخدير عام لابد من المستشفى، غير بعد قاع انا عجب على ان المستشفيات الجهويه انهم 13 الان وانهم يعملوا وتخلق وكلهم غرفه العمليات تشتغل كل يوم وبرنامجه العملي ساير في عواصم الولايات ال 13 ال 12 الغير نواكشوط ما خالق اي الان. وهذا هو ويلا يعود معلوم به اللي اي حد وشخلق عاد الدوله وفرت ذلك قالوا سيارات الاسعاف لكل مركز ولكل نقطة صحية لخوف لا يخلق ذلك قالوا ذلك كنت تقول لك على أن يعود رقاش من يلا تعدل عملية خلال 6 ساعات 7 ساعات يلا يوصل المركز. إذا ما هو لا كيف كل من عند النعمة عواصم القطاعات كلهم في غرفة عملية غرفة عمليات ما فيها إنها مستشفى، فيها غرفة عمليات تشتغل وتشتغل أيضا وعندها برنامج ومن أولوياتها هو العمليات المستعجلة، ولا نحاسب على أن أي عملية قيصرية تلات تجي من النعمة
شورن واكشور، ولاني حاس من عمليه قصريه تجي من باط ما تطلع جار شوره بيدي عندها الاق حداها، وبالتالي كل عواصم الولايات موجودين فيهم غرف عمليات تشتغل، وهذه ما اللي دولار شيء مثلا عاد من التاريخ ما ادري موجود اللي دولار 5 سنة ان شاء الله عاد من الماضي. لا هذا حقيقه به اللي ما خالق بي اللي متعجب على ان عاد عمليه قصريه ترفع من النعمه وعدا واكشور ما تصح ان شاء الله. هو قال مشكله، انا اللي اعطي مثال ببسطها عمليه ان شاء الله ما يعود قاعد يرتفع، ولا ارتفع من النعمه وعد نواكشوط سوى الواقع له مثلا اليات الرفع ما هي موجوده، سياره اسعاف قطع نافشات من النعمه ما هون عندكم طائره طبيه؟ لا طائره طبيه احنا قاعد معنا فاطمه ذاك ياكلنا ما عندنا طائره طبيه، ما عندنا طائره طبيه، قلنا ان النقاط الصحيه كامله اعلن انه الان في عمليه تزويد المراكز وشيئا فشيئا كلهم بسياره اسعاف. انا كنت في قابو على الحدود السيري بابي مع مالي واقفه في سياره قريغ ومع الحدود واقفه في سياره اسعاف جديده، اذا معنى لا والله المدير ما قاعد جهزته لا سياره واقفه ومستشفى في اقرب عاصمه ولايه نقول في اقرب عاصمه ولايه ما دام 12 يا غير الطاقم الطبي. طبعا الطاقم الطبي الان ذلي قال له خالد يقولوا له بلاتو تكنيك اللي موجوده في المستشفيات معروفه، معناها على انك انت 1+1=2، هذا المستشفى اللي تجي تقول تعدل فيه الخدمه الفلانيه والخدمه الفلانيه والخدمه الفلانيه، هذه الخدمات عند منين توجد؟ فم بعض من المستلزمات يا الله خلق لهم، مستلزمات اولهم البشري، معناها على ان غرفه عمليات لابد من يعود موجود فيها مخدر، ولابد يعود موجود فيها جراح، ولابد من يعود موجود فيها مساعد جراح، ولابد يعود موجود فيها مثلا صاحب تعقيم، ولابد هذه والواقي الخمسه غرفة عمليات ما تقدر تشتغل بدونهم. وين نقولوا اشتغلت بدونهم؟ معناها النوار واقي الخمسة موجودين ولاهم جاء ولا يقدروا يسوقا عملية لا يتخلق، لا بد لها من أساسيات، ما تقدر تخلق بدون جراح، ولا تقدر تخلق بدون مخدر، ولا تقدر تخلق بدون معقم موجود، ولا تقدر توجد بدون هذه الموجودين في ذي الغرفة العمليات اللي 13 لا بد من تعود موجودين فيها. إحنا حالا وراه ولك ما أنا مبتكرينه العالم الأخر عاد يقبل الأطباء العامون والممرضين ويكونهم مدة 9 أشهر يعدلوا العملية القيصرية ويعدلوا عملية اللي قال له كاتراك في العينين ويعدلوا عملية، معناها أعلن أن ياك التسريع ياك يعود الخدمة الاستشفائية قريبة من المواطنين، هذه والواقع الخمسة يسوى من أين جايين حالا أن تحسب إيه 13 وتحسب تضربها في 13 تجبر ذي العدد من هذا بالنسبة للبشري. المستلزمات ما تقدر تخلق عملية ما عندها جهاز تنفس، ولا تقدر تخلق عمليه ما عندها جهاز ذري قالوا ادوات مواصفات معينه، هذو الادوات موجودين في المستشفى كيف وموجودين في مستشفى سيدي بابي وموجودين في قشوشه وموجودين في الزويرات وموجودين، معناها ان الطاقم الطبي اللي يتكون من 5 رواقش موجود في كل بليده وهو اللي تشتغل به غرفه العمليات. يا كانوا الصا رقاش واحد كانوا جراح واحد الى مرض والله يا كانوا حق يعني يعود جراحا لا واحد ويعود المخدر لا واحد واحد، هذا في الحقيقه احنا نعيا ونشتغل عليه ونتلى لا يقبل الراحه الفرض على مني ومشى رقاي وتخلق عمليه تنظيميه بين العمال بيناتهم يا غير ما في عمليات قد تخلق ما في ما في ما في خدمه من نوع جراحه قد تخلق بدون الاساسيات بين قاع ما تقدر والله احنا قاع ما ماشي ان شاء الله عمليات احنا قاع العمليات طمع انتم الراي العام ان شاء الله تعود مثلا غير قاع ينقص شمال ينقص النقاط الصحيه والمراكز الصحيه في ذول ال 500 قلتوا عنه والله مثلا اغلبهم وفاتوا قطع جاوا شكايات للبرنامج طبيب ما قط قاعشة الله يسمى طويل عن شيء وهذه نقطه صحيه والله مركز صحي مثلا منين تقريبا مثلا انا متفقد نهار ولا ولاته 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 وحدها ولاته تغير قطعا عنها ولا قط وبدل عنها رئيس المركز ولا قط جاها رئيس مركز الى ضرب عقب الى ضرب انا بعد على علمي اعلن ان ولاته فيها طبيب حالا انا نقول لكم احنا صحه بدنا لا أيوة الايام ايوه اوكي ايوه والله قاعد كان ماشي مسافر ايوه تو لا وصل اهل ولا لا خو باطل اسمعكم مارك يقول عليكم نحن ما نحن انه ولاته طبيبها موجود فيها وبالتالي نين يعود طبيب ولا ترى موجود فيها غير بعد احسن انه يرتب فيها بين الشكايه اللي فيها شكايه اللي فيها على عن على عن على عن رئيس المركز هو رجال جمرض ما محدد وقت مرضه
قطعا ما مؤقت راني في الساعه كذا لينجس الطب لين يجي الطب ما يجبر الطاقم الطبي هذا بعد اللي في الداخل اغلبها يعود واحد كان بايت شرب العصا والله يعود واحد كان ولا بده يتلفن المدير الجوي الصحي قد ما موجود هذه الاشكاليه توطين الاطباء شوي لانه هم 24 ساعه 24 ساعه يخدمون قد هم مو عالدين ما هو مدرس عنده جدول زمني ويقدر يعيط عقاب الليل نعوذ بالله يقدر يعيط معصب الفجر مثلا ما هو مؤقت هذه الاشكاليه الحل باش هاي المشكاليه محلوله ما خالد مركز صحي ولا نقطه صحيه حسب علمي حالا ما لابد من يتم فيه رقاج موجود وهذا الرقاج موجود عنده حسب المستوى اللي عنده على الأقل باش يقدم اللي قال له الإسعافات الأولية لأي رقاج ياهو عنده أيضا رقم الشخص الأول في العاد اللي رئيس مرأة نقطة صحية عنده العاد اللي رئيس مركز عنده نقطة صحية وأي رقاج مولي وعدلت له هو لعلمكم اداريا الذي قالوا للطبيب تابع للحاكم هو اللي سيره والمدير الجهوي تابع للوالي معناها اعلن ان اي مواطن حالا ما اجبر طبيب في بلو يقد يخبر الحاكم ما يخبر وزير الصحه ولا يخبر رئيس مركز الصحيه معناها اعلن ان هي هيكله اداريه موجوده ومنظمه اداريا ولا هي موجوده ولا هي هكذا مطروحه ياك ان يعود المدير الجهوي قاعد يعود ما يعني اذا عرقاش موجوده مقاطعه المسؤول الاول اللي قال اداريا عن العمال هو الحاكم وهو اللي يخبر عن اللي قال له غياب الطبيب ولين يقيم الماجور اللي هو رئيس اللي تالو الماجور المسؤول الاول عنه الطبيب وبالتالي فهم ايضا تسلسل اعلن ان هذه الناس اللي هيكل الموجوده اللي يدقوا بالخدمات فرض عليها ان تعود وفهم لائحه في المراكز باسماء الناس اللي اليوم الفلاني يشتغل الفلان الفلاني واليوم الفلاني يشتغل فلان الفلاني واليوم يشتغل الفلاني حتى موجودين والمواطنين هم اللي عادوا اكثر وعي ويعرفوا هذا اذا هذا الناس اللي موجوده ان تقد البرنامج يجي ويلحق في المركز الفلاني اعلن ان ما فهم لائحه للمداومه ويقول اعلن ان لا صاحب المداومه الليليه اعلن انه ما انجبر والله انه تلفن عليه هذا هو اللي قد يعود حد يقد يعود خبر الى ان يعود شيء افتراضي الافتراض في الحقيقه احنا نفترضوا على اني انا قاعد اركن نطلع ما نعرف قد نقول اني كنت قافل تليفوني قد نقول اني كنت نصلي قد نقول عيني اعلن ان باط على اللي قال له الغياب الفعلي اي منشاه صحيه لابد لهم تم تعمل وذا العمل فرض عليهم ان تعود الجهات الاداريه عالمه بطريقه عمله معناها اعلن انه العادل الليله فيه الطبيب والله الليلة فيه الممرض الرئيسي والله الليلة فيه القابلة الفلانية والله الفيلة الفلانية فرض عليهم تعود موجودة وفرض عليها تعود هي المسؤولة إذا جاء رقاش والحقها مشات تقيس هنا تتعشى والله رجعت والله كذا لا يلحق يقد يقول أنا ما أجبرتهم غير فرض عليهم وهم اللي قليل أعلن أنك تجد رقاش خاض عليه مقاطعة والله خاض أنا نقطة صحية ما أجبر صاحبه وذوك هو غير قد يعود الخبرة قد تعود يعني ما يعود ما عنده الخبره قد يرفعوا شهر خبره اخرى وقد غير ما يجبر ما تصح قال خبره قال خبره موضوعها اكبر من اللي ياسر من الداخل شاكين من قضيه عن وزاره الصحه اللي تمشي شهر نقاط الداخل لا رقاش كيف انه متخرج والله رقاش مازال يجرب وكانهم مثلا يسولوا كان شي ما هو نواكشوط باقي يجتهلوا حق التجارب ومشي لهم واحد مازال جديد ما يدرب هون نواكشوط على الاساتذه لا ما يمشي يدرب في المراكز الصحيه المراكز الصحيه عند منين يخلق عند منين تخلق وزاره الصحه عند منين يخلق هون تخرج دفعه شديده تديرها تحت تصرف الولايه والولايه تخرص النقاط اللي هي اللي موجوده ودائما تدعم النقاط الصحيه اللي كانت موجوده تدعمهم برقاش جاي وتدير معها رقاش قديم فعلا اعلن انك انين يعود رقاش القديم يقد يعود انين يجي رقاش اخر يعود تم يعود هو اللي مواليه يا غير بعد ماني عالم اعلن ها ما ماني عالم بعد اعلن ان رقاش لاول مره لا يمشى البليده لا شو هو رئيس النقطه الصحيه مسؤوليه وتعين من الولايه ومسؤوليه وبخدماتها وبعد اذا رئيس المركز النقطه الصحيه ما هو لا يجي رقاجه لا اليوم ويعين الدور قطعا يوم الشال رقاجه يدار تحت صور ولا وبالتالي هذا اللي عاد اللي اجبر لا ذاك اللي
كان مازال جديد ويبقي الشغله لا يعود بعد ما هرق اجوخه. وحسب اللي احنا هذو اللي طلعوا فينا ما يمضى اسبوع والله ذاك ما مشينا في الداخل ولا قط شفنا رقاج ممكن وتخرج ومشى شيء باللي قاع ولا يقبلها قاع هو باللي اولا ما زال تحت التدريب مع انه هو فات سابق يتخرج فات مشى وخدم في النقاب ومضى عامين والله ثلاثه في المدرسه ويمشي في تدريب ويشتغل في النقاط ويرجع منهم يقير بعد رئيس النقطه الصحيه ما ولي عود رقاج جديد رئيس الطبيب الرئيسي ما ولي عود رقاج جديد رئيس مثلا القابله الجديده ما ولي عود رقاج جديد الى ان يعود مدعوم فيها رقاج ويعود يشتغل وما لما قالوا حق التجاره ولا خارقه ماده الناس متخرجينها إن قال لهم أنهم حق التجارب لا ما أن الله قاعد لما زالوا جدد وما زال العلم جديد وما زالوا يختاروا طبقوه وما زالوا عدلوا يقال الناس اللي تشوف رقاء قد يعود صغير قد هو الله كذا قد تقول هذا جديد قد يعود ما هو من المدير الإشكالية ما هي كانوا جديد والله وقطعا ولي نعود جديد ومتخرج ومقتنع وشاب قطعا يعود من الطاقة اللي أيوة قد يغطي على ذلك كامل يغير الإشكالية مدير خلق مسألة هذا لقيته مثلا بالنسبة لي أنا قاعد رايح تلقاه يلاقيس الداخل باش تم يداوي غير نحن اللي نقيسه أبسط مستشفى هون اللي لا نجبره عنده يداوى ولا نجبره قدام العيادات الخاصة لا مادة صرفت اللي عندها من فضة باش تجي أبعد نقطة حدودية هو ذا المراكز الصحية والله ذو النقاط الصحية ما علو السؤال قال قلت لك ما عندنا احنا اللي نقيسوا ابسط عياده خاصه هون والله ابسط طب هون مستشفى هون لهنا جبروا اكثر الحالات اللي فيه والله جزء من الحالات اللي فيه انه اخشط يمرضوا مالي هو جاي من ابعد نقطه حدوديه وقد لا يكون عنده القدره الماديه أيوة. باش يجي هو ذا قطعا جاي لا به مثلك انت قلت القناعه والله قلت وجود قاع بتاتا شيء خدمه صحيه ومقدمه له في بل موطنه وانتم قلتوا هذو الارقام الزينه وهذا هذا ربط بينه باسم الحاله الواقع له هو والله هذا عندي تفسير لان نشتغلوا اساسا على هذا اللي قالوا العقليه الانسان في الحقيقه اعلن انه حد يقد يواجه مشكله صحيه ويقد يواجه مرض المشكله الصحيه الاول وسع لنا ان المرض والمشكله الصحيه يعيا ويعودوا ما هم واحد هذه المشكله ذلك اللي هي مشكله اعلن ان رقاج ينفق فالته ولا يجبر ولا يبرا هذه عادة مشكلة مركبة معناها أنه هو مريض وعنده أيضا عاد مشكلة اقتصادية وعاد عنده مشكلة اجتماعية وبالتالي ولذا الصحة من يلا تعود ذلك قال له يخرص فيها أبعادها الكاملة بالنسبة للصحة القاعدية شي معدلة على أن ذلك قال له الولوج للخدمة لا بد له يستجيب له لتمعية المعيار الأول لأن نعود أقرب للمواطن وبالتالي فم نسبة على أن نحن على أن نختاره وفي ذلك قال له اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد ضمن هذه الحلقه المباشره من برنامج مساء الخير والتي نناقش في موضوعها اليوم الصحه القاعديه الاولويه ونناقشه مع الدكتور او الاستاذ عبد القادر ولا احمد رئيس مصلحه التثقيف الصحي بوزاره الصحه كما طبعا هذه الفقره كما العاده مخصصه لاتصالاتكم عبر الهاتف 43 43 70 47 وكذا تعليقاتكم على صفحه البرنامج على الفيسبوك. أستاذ أهلا بكم من جديد. السؤال طبعا اللي اختتمنا عنده الجزء الأول وهو قضية الثقة الأشخاص اللي انتهوا الناس اللي في الداخل تبدأ مشكلة مرض وتنتهي مشكلة صحية مشكلة صحية مشكلة اقتصادية كبيرة مشكلة. إذا فعلا رد على سؤالكم على أن الإنسان قد يتحول من وعكة عادية إلى مشكل صحي عنده أبعاده الاقتصادية وأبعاده الاجتماعية اللي كي قلتوا وعود رقاش ماشي في طرق تقدر تعود مثلا ما هي مؤدية لحل المشكل هذا يخلق في حالات فردية يقير إنين يعود في حالات جماعية معناها على أن نفهم مشكلة تتعلق بالأداء والناس اللي دائما نشوفوها تمشي تغير من 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 من, من, من
المستوى الطبي وتتحول تعي تعود في الحقيقة مسؤولة عن تعقيد مشكلتها. وأنا اللي يقول أعلن أن بالنسبة للصحة القاعدية أعلن أن أصلا أنشئت أساسا للي قالوا الجانب الوقائي، وهي ضمن وزارة الصحة أصلا مطلوب منها أعلن أنها تطبق للي قالوا استراتيجيات الصحة العامة. استراتيجيات الصحة العامة الأول عندها شيء هو أعلن أنها تعود على مستوى كم كبير وعلى مستوى استراتيجي، معناها تقيس منابع المشاكل ولا تقيس المشاكل مشكل مشكل، بمعنى أنها تمنع تعطي المناعة للأطفال إياك الأمراض ما تخل، تعطي التغذية للناس إياك الناس ما تخلف سوء التغذية، تعطي الناس الصحة الإيجابية إياك الناس ما تخلق الصحة. وذني قالوا المراكز الصحية نشئتهم للحالات اللي قلنا على أنها الاستثنائية باللي الناس ينين تطبق ذني قالوا استراتيجيات الصحة العامة، لكن اللي لا يتلا لا يجي منها المراكز الصحية ما تلا لا يعود ياسر لا يتعود حالات. وذيك عادة بالنسبة للمستوى الأول في الهرم الصحي هو النقاط الصحية عندهم لائحة من الأدوية والأشخاص اللي موجودين فيهم مكونين على الأمراض اللي تطبق عليهم هاي اللائحة الأدوية. عندما تتعدم المشكلة فرض عليه يرفعوه عنهم، وبالتالي يقيس المستوى الآخر اللي هو المستوى الهرم الصحي المتوسطي، وهي المراكز اللي تعود موجودة فيها مخابر وموجودين فيها رجوات ياكي شخص مستوى من المرض، ومن ثم يقيس المستوى الذي قالوا المرجعي اللي هي المستشفيات. هذا هو أصلا المطبق في جميع الذي قالوا النظم الشبكات الصحية العالمية. وبالتالي الخدمات اللي موجودة على المستوى اللي طبع الصحة القاعدية يا الله يعودوا 70-80-90% منهم خدمات وقائية استراتيجية. وفي هذا الإطار الصحة القاعدية بالنسبة لوزارة الصحة انشئت ضمن هذا السياق. السياق الأول هو أعلن أنها تعود الإنسان يخلق صحيح وتم حافظه على صحته، تحافظه على صحته باش أعلن أنها تلقحه وأعلن أنها توفر له التغذية وأعلن أنها تربيه وأعلن أنها تصحر على صحة أمه، وأيضا توفر له بعض من ذلك قالوا مستوى المعلومات اللي يجعله ما يعود في البيئة يوقع في المرض. ولهذا هي تنظيمها الإداري منشأ على 6 مكونات. المكونة الأولى هي مكونة التلقيح وهي مصلحة التلقيح، المكونة الثانية هي مكونة التغذية، المكونة الثالثة هي مكون الصحة الإيجابية، المكونة الرابعة هي مكون الصحة الجمعوية والصحة القاعدية، المكونة الخامسة هي مكونة الذي قالوا التلقيح الصحي. إذن الصحة القاعدية في هذا المستوى يلا تعود عندها خدمات وقائية والعلاجية، يلا تعود المراكز الصحية توفر منهم مستوى معين تجعل الإنسان في مستوى أعلن أنه ما يضاعف عليه الأمراض، وأعلن أن الحالات العادية أعلن أنها تعالج مهما كانه، الحالات الغير عادية ترتفع إلى المرجعيات. هذا بعد قاعة بالنسبة لتنظيمها بالنسبة لوزارة الصحة. في هذا الإطار خلق اختلاط الناس على مستوى النقاط الصحية، يعرف كل حد أعلن أنها الآن ندوروا نقيسوا المرض شور العائلة. عندنا ناشئين شين قالوا الوكلاء الصحيين ياك يقيسوا العائلات يوفروا لهم خدمات ذلك قالوا يدربوا العلايات على ذلك قالوا سعادات الأولية يدربوهم على كيفية يقدروا يعدلوا تغذية جيدة لأولادهم، يدربوهم على أن ذلك قالوا الرضاعة الطبيعية على أنها توقي من جميع الأمراض، يدربوهم على ذلك قالوا غسيل اليدين على أنه قد يوقي من 46 من الأمراض. إذن هذا قاعد على مستوى القاعدة هو الأول اللي قالوا الهرم الصحي بالنسبة للصحة القاعدية. ثم بعد ذلك أنين يجوا للنقاط الصحية، يا الله نعود الإنسان اللي موجود فيها يعود وكيل صحي مزود بمثلا حقيبة فيها عدة علاجات معينة، وأيضا مدعوم بوكيل صحي أيضا وسيط اجتماعي يعودوا يعملوا على أساس تعديل الحملات وما إلى ذلك الوقائية. إلين تقدموا شور المركز الصحي العام يلا نعودوا نوجدوا فيها رقاه قد يشخص الأمراض الأولية. إذا المركز الصحي ما مدرون منه يشخص الأمراض المعقدة، وإنما مدير منه لأنه يعالج الأمراض الأولية الأساسية. إلين تعود أي مرض ما تعلى مستوى عادي يتطلب استشفاء يا الله يحولوا عنه شور بليده لا يقود بليده، هو ما عنده مثلا اي وسائل اياك انه يقوم بخدمات استشفائيه، عنده خدمات قاعديه وهكذا الين هذا هو. معايا متصل يحيى ولعلي خويا من انغولا. اهلا بك يحيى. اهلا بك.
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حالكم أستاذ يحيى؟ مرحبا بكم أستاذ وائل، تفضلوا يحيى. أولا شاكرينكم على البرنامج، الله يديم مجيد حقيقة النار إلى الكتب الكبير شخص الله لما أعمل جنة رغم البعد لا يشاركوكم فائدة بيض. تفضلوا. تصور بيض عن حقيقة الوضع المجري لا يسمح للسيد الدكتور المجري بالنسبة للمستشفيات صفة عامة صفة خاصة مستشفيات الداخل. أنا شخصيا أقدر دائما إلى أن أعمل مداخلة العدل اللازم حالك مريت أنا بها شخصيا وياك تعود يحيى يحيى نقص التلفزه من فضلك شوي باش نعود و... انا التلفزه قبل النهائي ما عندي فضل. ايوه تفضل ممكن ارد على الخط. تفضل. هو لان في حاله المستشفيات ظاهر يعني حقيقه تعيش في الوطن اللي هو موريتانيا تعيش تقريبا في ظروف صعبه جدا خاصه مستشفيات الداخل. وانا زيارتي ماضية كنت عندي مريض ومريت في هذه المستشفيات وحقيقة كنت كل ما طلعت على أي مستشفى من أنا من حد الولاية النبوية كانت بداية المركز عبد البغرور مقاطعة أمور المركز الطبي في ولاية الحوض الشرقي ومرارا بلين حقنا نواكشوط ومراحل عدة هكذا طلعت على أي مؤسسة أي مؤسسة صحية اللي هي مهمة واللي هي اللي عليها أساس المواطن اللي هي اللي ساكنين روسنا كاملين عليها نوع مولانا بعد مولانا طبعا لكن ندخل على أي مؤسسة منها حقيقة أنه سكت الإحباط وأنا راني ماني قادم بعد من دوة تعود عندهم مستوى من الرقي كبير تقريبا بالقطب والشيء لا زيادة أنا جاي من دولة إفريقية لكن حقيقة اللي طلعت فيه موريتانيا أنا بدرجة مخيبة للآمال جدا كنت نختار من الدكتور يحطنا في الصورة الحقيقية وهو يتكلم حالة مصطفى خاصة عن ولاية اللي هي واحدة المقاطعات ولاية اللي أنا انحدر منها مركز يا سيدي الدكتور مركز عبد البقرو والله المختص الشيء عبد البقرو جيه كلام حقيقة ما أنا جاي له إني نعود نجرح من المؤسسة الصحية اللي أنا نختارها تعود على أكبر المستويات وزين عندي إنها تعيش قاس من الرقي ولا من كلام يعني من باب معارضة شيء أو شيء لأن حقيقة الواقع يعني مثلا نفسه كل صراحة يعني بدون شبرو علاج لقضية مركز عبد البقرو يا أخي لآن تقريبا منطلق من المنطقة اللي فيه الحالة اللي فيها ما بدي تتصور أنا شخصيا جيت مع بعض الممرضين المرضى مثلا كنت موصل رجاج مثلا يعود مريض ونمشي معاه ونشوف معاملة من البداية من معاملة الحالة لين توصل للإنسان الأول وتوصل للإنسان الثاني نبض طريقة اللي عامل بيه الدكتور اللي عندنا والله ممرض اللي عامل كنت نقول لك عنها زيد المواطن زيد المريض مرض بدل من تعود تقريبا لا يقدم له خدمة والله نتعالج وروحه هو اللي مشتاج لك الوقت هذه المعاملة اللي متبارك لها إنجلس الخبرة نجبره لا شيء نجبره قدامنا إنسان أبسط يعني معلومات اللي عنده تكون هذه كلها تكون ولكن كنت ما عليك كذا وانت أنا يوجعك لله يوجعك ما فهم يعني اي نبذ عنه هو عن لديه هذا قاعد عن ساعة طبعا ساعة جدين عنهم هم قلت اي شيء يسأل عندهم كنت تعود بدائية جدا قدوا قاعد ساعتي لكن المعاملة حقيقة كانت زارة ما بيكون صور المعدات اللي عندهم حقيقة الطاولات اللي تقعد عليهم حقيقة مين تشوفهم تعرض انهم ما فهم اي شيء بدي ساعة للمواطن اللي هو والله يحيى شكرا لك. بين الوقت رانا استمعنا ذي اللي قلته بخصوص عبد البقرو عيدوا لي انا ما والله قال على عنه مركز عبد البقرو والله نقطه صحيه بعبد البقرو ما نعرف المستوى قبل اللي يعود فيه تقولوا له انتم هاك مكبرين فيه الكرش يقعد يقولوا له المستشفى عبد البقرو ولا هو اللي عندهم شيء يدواوا فيه. هذه النقطه قال عنه جاها مع بعض المرضى الاستقبال سيء من عند البواب الى اكبر الى ماجور باطنين بدنا نتكلم بذاك المصطلح هذا الاستقبال ما هو لايق سيء البلاصه اللي لا يقعدوا فيها المرضى سيء حسبه هو تجهيزات ما هي خارقه والطبيب مولينين تقول له يوجعك وقع ما هو عارف ذا اللي بيك شنو لا يتم لا يسوي لك وتو ما هو قاد هو قبالي يحدد ذا اللي يعاني من المريض شنو
انت عندكم والله الوزاره انت عندها عدل بقرو عدل بقرو عندها به على مستوى الاسبوع الماضي كامله بوزيرها وما الى ذلك كانت فم بها اللي هي من النقاط الحدوديه اللي ذلك اللي كانت في ان شاء الله من نطاق الحمله ان شاء الله وظاهر لي بعلن ظاهر لي بعلن ان عدل بقرو فيه عدل بقرو المقاطعه اللي هو المركز الصحي الرئيسي اعتقد اعلن انه مركز يستجيب ل جميع اللي كنا نقوله لانه مركز عندنا في عمليات العمليات العمليات ما يعدله المراكز الصحيه ما العمليات ما يعدله ما هو المستشفيات هذه تداوي في درس ما قلت تداوي في درس والله طبعا قلت لك بعض في فحص سكر طبعا طبعا فحص سكر والله والله جميع اللي قالوا المراكز الصحيه هم عايدين فيهم الف وباء وهو اللي فيه الف وبالتالي هو الف وحالته هي اللي قالها حالته هذا قاله هو اعلن انه شران قولا ما نعرف وقال انه ما لهش جهه احنا قال ما لهش عقل احنا بينا انه قال انه شو راه نقولها بحرنا هو كانوا يتكلم عن مركز فاقولا والله مركز عدل هو قاعد اذا انا يعني بالنسبه لمركز روح لانه تغير عدل بقرو في مركز صحي متكامل موجود فيه الخدمات اللي كنا نقوله كاملين حق الاشخاص اللي قالوا عقلياتهم منين يعودوا يشتغلوا في ظروف ما يقد يحددهم ما هو الشخص نفسه لا بد لهم من شكل من التثقيف شكل من واصل اذا شكل من التثقيف وشكل من واحنا بعد نأسف تماما عندنا ان حد يعود طبيب والله ممرض والله يشتغل في الطب ويقدم خدمات انسانيه ويقدمهم بصفه سيئه هو في الحقيقه لا يفقدهم معناهم واحنا قطعا ما ندافع عن اي ذي قالوا اخلاق غير طبيعيه به للدوله وضعت هذه الخدمات وضعت الاشخاص دور المواطن يكانوا يشبر خدمه على مستوى النوع اللي مطلوب وعند منين يعود في المركز كي عاد فيه المواصفات عاد فيه طبيب وعاد فيه ممرض رئيسي وعاد عاد يا الله يعود على الاقل اهله يا الله يعودوا على مستوى معين واحنا بعد ما نقدوا نقولوا علنا ان هذا ما كذبناه ولا صدقناه والعدل بقروا يدرعدوا الصنتون وبالتالي راجين علينا انه عاد لهذه الخدمه اجبرها هذا الشخص اللي موجود راجين علينا انها تتحسن والمهم عندنا اعلن ان الخدمات اللي موجوده فيه اعلنها خدمات على مستوى المركز نفسه وكل مركز فيه معايير الموجوده تبقى قصه تطبيق لها الاشخاص بالحقيقه حق يختلف من شخص الى اخر واحنا بعد بالحقيقه للحين السؤال وتقعد هنا المقصود بالنسبه لهم طريف للموضوع الحقيقه ما في شيء طريف هو لان نحن هون نقصد يعانون من مساله الخوصصه القطاع الصحي اكثر عدد العيادات الخاصه هم اللي ينجبروا فيهم الاطباء هو الداخل هم اللي عاد يعاني من نفس المساله قد عود هم قاع الاطباء العيادات الخاصه يمشي الشابه على الاقل شيء غير شهر الخاص مثلا يعود الياق مثلا والله يعود في النعمه أيوه. تجبر اللي فيهم من الاطباء عندهم بيوت عيادات خاصه هم هو اللي بيوت عياده خاصه هم اطباء بالنسبه للوزاره قالوا الخدمه الحره اصلا ان يلا تعود وعدلت اياك انها تنافس الخدمه الاخرى احنا مرات نعودوا نلحقوا على ان الخدمه العموميه اللي هي اللي موجوده الناس شاكيه منها ونجي الخدمه الخصوصيه تعود شاكيه منها اذا اعتقد على ان اللي قالوا العيادات في الداخل ذي المعنى ما هتعد قاع موجوده فهم اللي قالوا بعض من الاستشارات يعدلهم شي من الناس عنده معطي له ترخيص وبالتالي هذو ينفعوا في اللي قالوا الاوقات اللي ما فيهم العمل الاوقات اللي مثلا مدير دي مساله وانتم قلتوا مرات في اخبار المراكز الصحيه في وقت الدوام يصح ان مركز صحي انه يعود عنده وقت دوام نحن نعرفه في البلاغات اللي تذاع رسميا في العطل يستثنى منها المراكز الصحيه يستثنى منها مثلا على الاقل بعد فرق المداومه المستشفيات لانه فرق المداوم غير الفرقه المداومه تستثنى ما هو كل اشخاص معناه اعلن يعود المركز الصحي فيه 10 ارواقيش خارجين من وهل ارواقيش لا يخلوا للمداومة واللي قدموا أبسط خدمة اللي هي اللي على معناها أعلن أن الخدمات في الراحات بعيدة من اللي قالت عود الخدمات في وقت العمل ويستثنى الدوام وليست العمل كامل الناس كاملة تقبل الراحة ويبقى منها فرقة مداومة مثلا أعلن أنها تبقى فرقة للجراحة المستعجلة وتبقى فرقة للإسعافات الأولية اللي ما تتطلب أراه هو الصيد العاد اللي يعود مثلا العاد اللي فهم خبره اللي هو طبيب والله جراح من مستوى معين يا الله يعود عندهم رقمه ويعودوا منين يعود الحاله
تتطلب مثلا عمليه جراحيه الله تتطلب رفع والله تتطلب يتلفنوا له وبالتالي غير تستثنى لا فرق المداومه وليس غير قاع شر الداخل بعد مثلا واحد من المسؤولين اللي كانوا معنا الاسبوع الفايت اشار قضيه الكادر البشري فهم نقص كبير للكادر البشري الكادر البشري شر الداخل قطن يعد فهم نقص كبير حتى قاع الكادر البشري صح يعود الكادر البشري يقدر يغطي بين العمل الخاص والعمل البشري حد قال اعلن انه ما هو ناقص يعود ما هو واقعي به اللي هذا اللي قالوا الكادر البشري كل مثلا منشأة الدولة شهدت ثورة كبيرة في المنشآت وبالتالي كل منشأة تشديدة معناها أنها تتطلب مئات الأشخاص وبالتالي هذا طرح تحدي متين وبالتالي عاد الذين قالوا النقص البشري احنا بالنسبة للصحة حاد جدا والكلية ما توخضتش من الناس من الأطباء والمدارس الخمسة توخض الناس سنويا بمئة ومئتين وبالتالي هذا ما يقدر يعوض المدارس الصحه ما توخض طبيب عام توخض الممرضين والممرضين الدوله والقابلات والفنيين العاليين هو 50 ذلين قالوا الاطباء يمثلوا تقريبا يدرعوا 20% ورا ولا ما هو موريتاني في كل بلاد اللي الصحه اللي مبنيه على ذلين قالوا ذي الكوادر الاخرى اللي هي اللي موجوده وتعدل الصحه ذوك الاخرين ما هم اللي 24 ساعه مع المريض ولا هم اللي لا بد لهم يتوعدوا موجودين ولا هم اللي ما يقدروا يغيبوا ذوهم هم اللي منهم النقص. اما طبيب جراح يقد يعدل 100 عمليه في 10 مستشفيات غير الكادر الاخر لا بد من يعود موجود باللي المريض معلق له الدقه ومعلق له وعنده الاكسجين ولا بد لهم تم حد احلاه عنده خبره لان قبضوا الحسين من القابون اللي بعد لا مواطنين موريتانيين والله نختاروهم ماشي عندك ان شاء الله. اهلا بك الحسين. السلام عليكم حاج الحسين. عليكم السلام الحسين تفضل بسرعه من فضلك. اخي كيف حالكم يا ابو خالد؟ مرحبا بك سهلا وسهلا. اخي تفضل الله ما شاء الله عندي ملاحظات. تفضل. واحده ما دام ما في محاسبه الصحه مع لا بد من محاسبه للاطباء وللفرنسيات تقريبا نقولوا في انا شفت بام عيني مرضى جاوا طب النمل عندهم حساسيات وقالوا لهم نازلين نستاذ عمليه وجهزوا لهم غرض عقبوا لهم سبعه يعدلوا لهم عمليات قالوا لي جالس مع الشطر احوال هذا من عطش ولا عادي هذا خطير هذا الاطباء ما زالوا هم وما زالوا يمارسون الكميه انا في ارض عدم محاسبه لان ما يجيبين تشتري طب ما صالح من الفرنسي واضح. مدارس الصحة بعدين لأن الناس يجيان فيتو شيء كده وغرفة رياسة من الناس ولكن رياسة سلبيات الناس اللي جيه زيهم شيء على مستمية مدرد ناس يا أخي على مستمية لأن أقل حد عد عنده كونكور وضع بريغة وضع فن قط قراءة عنده مستوى عن قراءة الإنسان ما قط مارس القراءة وأي قاعد عود ما أمي وعود مارس الصحة وعود من يطبق وليس لا صار قط في الكاكبة في واحد منهم مدرسة صحة يدق رجال وسهل من الدم ولا عرف يقرا ولا شيء وشفتهم ظلوا يطبقوا في مدرسة النعمة ولا عندهم أي معلومات عنها. شكرا لك الحسين. شكرا لك والله ان شاء الله. شكرا لك. نختار اللي يركز عليها طريقة الاطباء اللي في النعمة ومجده ودائما يقولوا الشخص يحتاج عملية وما يقولوا له فيك زاد الاصرار وما يقولوا له فيك مثل ومعذرين يجي العيون والله يجي له الاصوات يلحقها من عطش. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. استمعت ما سمعت حتى علو حسين هذا مهل النعمه قال عنه قال عن طب النعمه انه هو قد شهد حاله جاه واحدين وتم تشخيصه من طرف اللي هو المستشفى ايوه من الكادر الطبي اللي فهم طاقم الطبي اللي فهم وعلى عنه قالوا لهم عنهم عن لا بد لهم من عمليه وعقبوه لهم اباوا عن العمليه فهم ذيك عدم الثقه اللي قلنا قبل ايوه وجابوهم من نواكشوط لين جابوا نواكشوط قالوا عدوا الفحوص لو ما قاعد لا هم كانوا غرقه حتى
وذي لا من العطاش قاع كانوا سقاوهم قاع عندهم نوع مثلا من خطأ الاستشارة يعني ماذا ما يعود في مبدأ العقوبة ونختار نضيف له مبدأ المكافأة والله أصلح والله شفت أولا العقوبة هذا اللي قال له الطب ما خالق رقاش له يقبل ويقول اعلن ان خالق واحد خسر عليه تشخيص اعلن انه يعاقبه رقاش على اساس اعلن انه مسألة ما هي موثقة اولا لا بد له من يعود هذا اللي انقال لا بد له يعود موثق اعلن انه بعد قاع حق والله ما هو حق علميا ما هو لا خبريا يعرفوا كان ذا التشخيص اللي خلق كانوا خاسروا وراه ولك التشخيص الخاسر معرب يقير لا بد له من يعود موثق كيف يقول رقاش عاقب رقاش واحدين كانوا عطاش وهذا في الحقيقة أنا الكلام كامل كنت اختار نعود سمعت له قررت ور ما ممتين نعود فهمت السياق اللي قايله فيه باللي ما معقول رقاش يقول لك هذا اللي كانوا عطاش عطاش شنهما إلى عادوا اللي كانوا عطاش هو ورد بعد الذي مرد رقاش كان عطشان رقاش كان عطشان عادة إنين تعلق له الدقة يسوى ما نسقى الشراب هذا باطل العلمية والله الشراب ولا ترى لا يعود عطشان من هون لين وقد يمضي 20 سنة ما يشرب من فمه يقير عادة من يتعلق الدقة لا يشرب إذا معناه على أي شيء تتعلق بنقص المياه والله نقص السوائل والله نقص إنين يجي لأي طب وتعلق الدقة يسوى شن هي لا يتوقد عنه ذيك المسائل هذا الأخر في الحقيقة تشخيص الخاطئ معرم ويقير اللي معلمه علن أن التشخيص هون علن المكافأة والعقوبة علن أنها تقد تطبق يقير تطبق على الشيء موثق أولا العقوبة رقاي بعد قاع الضرر ولا شكر ولا عدل اللي لازم لدمي اللي له يعاقب ما له يعاقب المن وإحنا نراو على أن مدير ذي النقطة كبار بالتحديد رأي وأنتم قطعا هو رئيس مصلحة التثقيف الطبي لأن دخلوا شوي معنا ما في الصحة القاعدية غير الصحة مهمة الصحة القاعدية بعد بها اللي التثقيف الصحي في الصحة صميم الصحة القاعدية والله الحمد لله ينتظر شوي سؤال فيه وقضية ما نتكلم عن أخطاء طبية أخطاء طبية مثلا ياسر والله ياسر ياسر اللي أبسط رقاش يقيس أي طب منذ أطباب المجاورة لا يقولوا له التشخيص كان خاطئ وبذلك أنت والحالات فتنا عديناهم منها حالات الوزارة هون أنت تتدخل في الخطأ الطبي رقاش لا قدر الله تعرض الخطأ الطبي ونيتها ويرتدوا مرادوا ياسري واحد يدخل بلوك توجعوا أيدوا لهي تعدلوا جبر خاض منها شارع مقبرة الرياض نعوذ بالله واحد جلطة ما فيه مرض ندق دق عاد فيه مرض مزمن هاي الحالات ما قد نقول لك عنها حسب تعدادك غير ياسر هذا بالحقيقة يا الله حد يديره في السياق لأنه تدخلكم أنتم في التثقيف الطبي في تثقيف الأطباء بعد قاعد لأنهم يتحلوا هم الأطباء احنا ما نقدر نفترضوا بأي حال من الأحوال هذا درك الفرضية اعلن ان رقاش يجي ويدخل في طب ويقتلوه الطباء ويمشي ويدخل هذه فرضيه احنا ما نقدر نفترضوها احنا نقدر ندخلوا اعلن ان الاطباء يجوا وينقلوا رقاش ويردوه الى الحياه ويحيى اما اخطاء طبيه يوميه ولا اخطاء طبيه تنقال لاش اخطاء طبيه في العالم تنقال لرقاش انت سات فيه الشاشيه كان حنيني وهي ما تقتل حنيني والأخطاء الطبية تنقال لرقاش اعلن انه وخلى مقص وفنقر جوفه انت أخطاء الطبية تقعد على ما يقتل حنيني هذا ما هو عندنا كلما هو عندنا احنا نقول لك لا ما هو عندنا ولا هذا ما يقتل ولا يقيس هذا لا يفضل حنيني الى انت في الشاشية ما تقتل ولا يتعدل ورجو وانت الشاف وتعدل حنيني لا يقول لك هذا هو من اللي قاله من الأخطاء الطبية هذا لو اخر رقاش يجي ويعود تقريبا تلا فيه نسبة الهيموغلوبين 1% ويدخل الطب ويعدلوا عملية شرحية ويتنقل ويمشي مولانا به اللي ما يجبر ما شاف وضعية اللي قد ينتقل بها هذا ما ينقال له خطأ طبي هذا ينقال له رقاش اعلن انه للطب عدلوا له اللي قد يعدلوا له لا ولا 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 نفعوا فيه وهو الموجود واي رقاش شاك اعلن انه للطب عدلوا له خطأ ما يلا يشكي له وزارة الصحة يلا يشكي العدالة هي اللي تقد تقبل رقاش وهي فات قاس المقبرة وتنتقوا وتعدلوا تشريح وتطلب له ما هو كذا ما يطلب حد من أهل وزارة الصحة على أنه لا يتعود تقول اللي رقاش مات في الطب يلا نقولوا نعاقبوا رقاش اللي مات هذا ما هو مستساق أن دور رواية تعود منطقية للناس اللي تحيا ما ماتت وللناس اللي يلا كل حالة موثقة أولا اللي لا يقول بعد قاعد لأنه خطأ طبي يلا يعود طبي
ما يعود رأي عام. والله أستاذ شفت الموضوع متين حتى بيدي أنت نقول لك إنه ما ينقاس به العدالة هو بسيط. السبب ما تنقاس به العدالة وكل نهار تنتشر. هو طبيب لا يجو أهله لأهل المريض ولا يتدخل مسائل خارجة عن النظام قاع القانوني وخارجة عن نظام هذا ويعدلوا تصالح وتم تستر عليه في أغلب الحالات وذي الأمور. غير أنا هون مسول عن قضية التثقيف الطبي تمهون تثقفوا للمواطنين يعطموا لعدهم رسالة موجهة للطباء. هذا داخل وذي قالوا هذا ليحلف عليه الطبيب وليحلف عليه الممرض وبعض من الأمور أنه داخل في النطاق وما هو قاعد فاصل في التثقيف. هذا داخل في ذا اللي قالوا التكوين اللي ما هو فاصل في التثقيف. هذا رجاج دخل عدل خطأ موجود قدامه حتى المكاين عادوا هم اللي يوجهوا الناس. بالنسبة للآن ما تل التشخيص اللي كنا نقوله إلين نقول ورجاج فيه ما هو كذا معناه نقايلها سكانير. إني نقول رواية قالت إيرام ما قايلها رقاش ولا إني نعود ونقول هذا ذرك العرق قطعناه قاطعوا مشهر والله قاطعته آلة. إذن ما ثلاث قالها أخطاء رواية الأطباء مكونين على أساس اللي قالوا الخبرات اللي موجودة اللي لا 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 لا. وبالتالي ما حتى حد ذول وسن الناس إن أنت لا تبحث فيها لا تقد تعقب ترجع عليه. هو رقاش أفطاني قد يرفع دعوة وتعقب ترجع عليه باللي هو إيش لا يعيد لا يعيد الخبر أخرى ما هي هذا الخبرات قلت تعدل عالميا والناس عندها فيها الحق ولا في تستر. انا ماني عارف فعلا حتى الان رقاشي قد يعدل جريمه وتجي الناس وتعدل فيها اجتماعيا وما هو كذلك وتقد تعدل خطا وتجي الناس وتعدل هذا داخلين فيها الامور الطبيه. اذا معناها اعلن اني ماني قايل اعلن ان الناس هون اعلن ان هذا يعتبر تستر وانما يعتبر حل تعدل المجتمعات البعض من المشاكل اللي عندها خارج منها اللي الأمور يلا نمشوهم في نطاقهم العلمي والتو ماشيين ولا فيه بو ولا فيه أم وخالقين مادة. احنا نحن هاي المسألة نحلوها اجتماعيا غير بعد. أنا ماني عالم بقضية طبية موثقة اعلن انها قط قال هذه رواية بن معدلها طبيب والله معدلها موثقة ماني عالم بها تو غير تقد تعود فم مخاوف من الناس انها ما تبقي قاعة المشكلة لا أنت تسمع بها تختار قاعد تسكت بها اللي ما تختارها تشيع عنها يقير أنها موثقة ماني عالم بها وتو المدير في القضايا اللي لحقت المحاكم ولا هي بعيد قاع مك اللي عاد قاع قضايا أخلاقية قاع ولا لها شي ولحقت المحاكم حتى وسوات فماتية غير هنا العين علي سؤال أنتم التثقيف الطبي هون توجهوا للمواطن أكثر ما هو واعد الكوادر مثلا ناحية حسن الخلق في استقبال المرضى لحالاته ياسر من 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 حالات احنا كل نهار في الاعلام طبيب مبطوط وهذا سيء جدا. غير هذا مولي لا يقدر يعود من قله تثقيف استقبال المرضى. منين هو تثقيف الكادر الطبي على نعرفه احنا بالنسبه لنا جميع اللي قالوا اللي موجود على لائحه الاطباء اما تلقى تكوين قاعدي في اللي قالوا الاخلاق واخلاقيات المهنه وش يقولوا له مدونة كبيرة قالها مدونة الأخلاق وفيها حتى مسؤوليات الجنائية وين قالها مدونة الأخلاق ولا يجد حد اليوم يسوى ممرض ويسوى طبيب ما عنده مدونة أخلاق قالها ألف زايد باي قالها هذه واحدة تكوين ثانيا يعني نين فترين يتخرجوا انتموا نعدلوا لهم تكوينات على اللي قالوا السلوك التحلي بالسلوك وحتى الخدمة احنا إلين تندار في شكل سيء ما ثلاثة تعود موجودة وبالتالي عندنا مئات الورشات اللي نعدلوا اللي على ذا اللي نقالوا كيفية التعامل مع المريض وتقنيات معينة فيها كاوسيلينج وفيها بعض الأمور من يلا حد يعود يتحل ذا اللي نقالوا جميع ذا اللي نقالوا أخلاقية وذا اللي كنت تقوله قبل الاستقبال هو أول حالة ذلك عندنا وهو يعتبر معيار من معايير الولوج للخدمة. ولوج للخدمة ما كافي عليناك تولج للخدمة يلا نوعية الخدمة تعود مقبولة ويلا تعود ماليا مقبوله. المدير ذاك اللي تو نقولوا تقييم الاستقبال في السوق في المستشفيات الكبار وفي موريتان تقييم كم من 10 ما راضين عنه بناش ونين البناء ما راضين عنه به اللي ينتري لا يقولون احنا الكم اللي عندنا ما نقدر نوفروا له الكيف معناها اعلن انك انت تعود عليك 20 حنين نوفروا له حسن الاستقبال. الاستقبال قلت لك عليه انك تعود عليك ضغط كلمة طيبة 20 رقاش حنين هي تعود عليك 20 رقاش واحد يجرك واحد يدرك تدق له واحد يدرك تخرصه واحد وكذا انت قطعا علينا انك
نوعية الثاني لا يتقدم من الأخلاق إذا رعود عاد بتأثر. هذا الشيء معروف. إلى أنت لا تقول من درى كان ينقبل عشرة الواقيش ونقدم لهم خدمة كيفية جيدة، والله يا كان اللي 100 رقاه تحصر عليا كان ينطلقها يسوى بالطريقه اللي طلقت منها. فهم خيارات الناس، ما تقد تردها ولا تقد تهشيها اللي نين تمشي على رقها. المدير هو عيال قاش يشيل الطب الثانيه في الليل، قطعا الاقبال ضعيف، حتى عود حالات مستعجله ويلحقوهم مريض الحين خمسه والله اربعه يلحقوهم راقد يلحقوه سبقوه كم يلحقوهم الان. هو جو جاي الثانيه في حاله يرد، وما قاس الطب قطع الطب، ما هو ساحه عموميه للترفيه واحد وعد الطب من على انه لاحق على الطب وتوه. طب ما قد يصير قاعد يرفع على راسه ويقعد قابض الوقوف ويقعد يعود وتوه هو قاعد منخلع. الله يخلع وتوه منخلع والله، غير لا يجبرهم لا يجبر الطبيب راقد فهم في حاله مستعجل في الاطباء ياك يا كان هم يسمعوه هو في طب. نحن ما تبارك الله هذا الموضوع واحد يقول جو عمم حتى اني قد صحيح قد جو عمم هذا الطقع موثقين على انه خبر اعطيه انت قد جو عمم حالات فتن عرضهم البرنامج ونحن لا مواطنين ونقيسوا المستشفيات ويوم اللي نحن قايلين وباش يعود احسن لان هذه خدمه مقدمتها الدوله ما طب خاص والله والله طب خاص زرق رقاش عند بابه ما تلقى رقاش يجي طب خاص مطلوب على انه يلا يعدل فيه بيلي ولا لا خدمه اعطيتها الدوله لا يتخاف عليكم هذا اللي معطي له خاص ومرخص له معتبر على انه موفر له هذا اياك انه يقدم خدمه ويلا تعود حسنه كيفتي اللي موجوده. اذا ما في حد يصدق على المواطن ما في هذا اللي يقول انه ابدا ما في رقاش قاعد يقدر يصدق على المواطن اطلاقا ولا يقدم ولا يمن على المواطن اطلاقا غير المدير. هاي لا باب التثقيف ثم تثقف المواطن تثقفهم اللي الجانب الثاني باش المواطن يثقف والمواطن الين يشوف المنشأة الصحية وتأدي له خدمته هو من راسه يدور يمشي مع سلوكه يدور يمشي مع اتجاهه. لا يجبرهم راقدي لا يجبرهم مواحلين لا يجبر البواب القدامي اللي لا من المنشأة الصحية لا هي بيخليه يدخل بياسر من السبل هذو وقد عودوا شاذين حالات معزولة وأنا معزول قطعا كان حالات معزولة والله نسبتها ما نقدر نحددها. أنا بعد نقول إعلان إنه بالنسبة للي قالوا رقاش إعلان إنه فاتني فرض عليه إعلان إنه يبات تاكي بين الشراثيم وتنفس الخلق والأمراض وهذا قدم خدمة المفروض إعلان إنه من يلا يعود عنده دافع إعلان إنه يقدم للناس الموجودة حد الناس فهم للي قالوا مستوى تفكيرهم مستوى تحملهم مستوى اخلاقهم ما هو تتفاوت. وهذا هو الوسع لان تعود الخدمه عموميه دور تجبر فيها الطالح والطالح يا غير. بعد انا هذه المساله ما نقدر نعممها ولا نقدر نولي نقول على انها ما هي موجوده يا غير. وطالب من المنبر على ان هذا هو اللي ندور انا طالب من المنبر طالب من المنبر على ان هذا النوع من المسلكيات على انه لا يعبر لا عن اخلاقيات الطب ولا يعبر ايضا عن المنشات الدوله اللي هي اللي واضعه للناس. وقطعا اعلن اني لو عاده فم حاله ذكيه اعلن ان نقدر نقولوا الملاهبين اللي اليوم ما تلف يوم اللي شيء يقدر يعود غالي. حتى اعلن ان احنا المركز الصحي الفلاني نعرفه رئيسه والنقطه الصحيه نعرفه رئيسه وكل حد نعرفه معناها علينا انه نين نجبر عنه الروايه وذلك كنت نقول لكم من التالي هو ملخص تعاليق الفيسبوك راني لخصت معنا كاملين بهم يفر يقولوا انعدام الاخلاق للاسف هذا العباره اللي يقولوهم انعدام الاخلاق انما لهم الاخلاق ما بقي رساله للمدير في دقيقه رساله للطاقم الطبي وللمواطن المولي الكريم ما اولا رساله اولا شكر بعد قاع اولا للمنبر لانه في الحقيقه اعطانا فرصه نادره على اننا نقدو نوجهه للي قالوا هذه الرساله الاولى اعلن ان يعني قالوا الصحه القاعديه اعلن انها من يا الله المواطن يوثق على انها 90% منها وقائيه ويا الله يستخدمها معناها اعلن انه يا الله ذاك اللي في سن التلقيح ولقع وذاك اللي عنده مشكله في التغذيه يجي خدمات تغذيه وذاك اللي عنده مشكله في الصحه الايجابيه يجيبها وذاك اللي عنده مشكله الصحه اوليه يجيبها. واعلن انهم اللي قالوا في الصحه القاعديه اعلن ان يعرف رقاش اعلن ان رقاش يبدا من النقطه الصحيه والمركز الصحي اعلن مشكلته الصحيه تقد ما تتحول الى مشكله صحيه كبيره وتقد تعود يعالجها بابسط شيء. ودائما يا الله حد يبدا من اللي قالوا من هنا يقع له مشكل يلا يبدا بابسط سبب
خاصة في الصحة إياك قد يتوصل لا على سبب. بالنسبة للصحة إحنا هون من المنبر ما ندافع من عن أي أخلاق سيئة يقدمها رقاش، بل أعلن أن نبحث عن ذيك الناس اللي هي اللي تؤدي هذه الأخلاق وندور ونوجهها، وقطعا أعلن الوزارة اللي تدور هذه الحالات تختيرها تجبرها توثقها، وبالتالي تقد تعدل تقبل فيها إجراءات، وما حد أنها على مستوى عمومي ما تقد تقبل فيها إجراءات إن شاء الله. شكرا لكم الأستاذ عبد القادر الأحمد رئيس مصلحة التثقيف الصحي بوزارة الصحة، شكرا للوقت والمعلومات اللي قدمتم من خلال منبرنا، شكرا لكم مشاهدينا الأكارم، شكرا للطاقم البرنامج المرافق لي والمشرف اليوم على إعداده وإخراجه. ليلتكم سعيدة في أمان الله.